فيديو جديد ومثير لرانيا التومي التونسية الجميلة اللي هتشارك خالد يوسف في المسلسل الجديد اللي هو سر باتا أو سر السلطان اللي هيتعرض إن شاء الله 2023 في موسم رمضان، وهيبقى طبعا ليها إطلالة كبيرة جدا وجامدة جدا، ده غير إن هي خدت شهرة واسعة جدا في مصر بمجرد إعلانها إن هي هتكون مع خالد يوسف. ده طبعا إضافة لأنوثتها وجمالها ويعني كاريزمتها كده طلع منها عليها أطلالة حلوة، غير طبعا شكلها وأنوثتها، فهي عاملة حالة حلوة قوي رانيا التومي. فكنت نزلت على القناة هنا احتفالها زفافها، لسه متجوزة طبعا قريب جدا، فنزلت كل الفيديوهات بتاعتها على القناة هنا قناة بابرازي المشاهير. والنهاردة بتعمل فيديو لذيذ صغير كده، بتبدأ فيه ان هي بتقوم من النوم وبتتحرك، معرفش هو بقى اعلان عن البيرفن اللي هي بتحطه ولا هي بتبدأ يومها ازاي، فبتورينا كمعجون اسنان بقى، ممكن يكون اعلان معجون اسنان برضو، انا مش عارف، انا مركزتش قوي لان هي جمالها اخس شوية فيخليك بتركز هي بتعمل ايه في المحتوى، ولكن بتركز معاها هي وليها متابعين طبعا بالملايين، وهنا القناة من ناس المتابعين ليها. فلكل متابعين رانيا التومي شاركت معاكم الفيديو ده، ولسه الجاي احلى. فلو لسه مشتركتش في قناة بابرازي المشاهير اشترك، عشان رانيا التومي او اي حد من المشاهير اللي بتحبهم هتلاقيهم هنا على القناة. متابعين متابعين بابرازي المشاهير الكرام، خليكم معايا واستنوا الجديد جاي ان شاء الله احلى. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.